امبارح حصل هبوط في تنفيذ كيلو الفراخ البيضة، واغلبية المربين الدواوي كانوا زعلانين خالص ومنهارين ازاي تنفيذ الابيض يوصل بالسعر ده. كان امبارح تنفيذ الابيض 57 جنيه، والنهاردة حصل تعديل في تنفيذ كيلو الفراخ البيضة من ارض المزرعة النهاردة ب61 جنيه، ويمكن بكرة والله اعلم الفراخ البيضة توصل 70 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. فضل وليس أمرا يد عمرها باللايك يا جماعة والاشتراك. فيديو النهاردة إن شاء الله هقدم لكم أسعار الدواجن من أرض المزرعة. أسعار الدواجن يوم الأحد 16/7/2023، وليكم الأسعار. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيومي من أرض المزرعة 110، تنفيذ كيلو الفراخ الساس 100 جنيه، تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر بلد المشعر من أرض المزرعة 120 جنيه، سعر جوز السمان من أرض المزرعة 65 جنيه، جوز الحمام البلدي بيبدأ من 120 ل130 جنيه من أرض المزرعة على حسب حجم الحمام أو على حسب وضعه. سعر جوز الحمام بيختلف من سعر جوز لجوز. تنفيذ كيلو البط الأبيض 65 جنيه، تنفيذ كيلو البط المسكوفي 100 جنيه، تنفيذ كيلو البط البلدي أو السوداني 110، تنفيذ كيلو البط المرر 85 جنيه، تنفيذ كيلو الروم البرونزي 90 جنيه، تنفيذ كيلو الروم الأسود 100 جنيه، تنفيذ كيلو الوز 110، تنفيذ كيلو الأرنب 85 جنيه. بالنسبة أسعار طبق البيض، والنهاردة فيه ارتفاع في سعر طبق البيض. سعر طبق البيض البلدي من أرض المزرعة 120 جنيه، سعر طبق البيض الأبيض من أرض المزرعة 112 جنيه، سعر طبق البيض الأحمر من أرض المزرعة 117 جنيه. لو عجبكم الفيديو بتاعه وبتستفادوا منه ادعمونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.